أسعد الله مساءكم أحبابي في الله. المضي قدما نحو تحقيق أهدافك يمر ببساطة عن طريق واحدة من أبرز أسرار قانون الجذب. نعم، تذكر باستمرار المواقف الرائعة. قد تنشغل في حياتك اليومية عن العديد من الأشياء السلبية التي قد تمر منها بشكل يومي، لكن عقلك الباطن طبعا يخزن الأشياء المتكررة بالدرجة الأولى، وبالتالي فعليك أن تكرر العديد من الأشياء الرائعة في حياتك، وهكذا فإنك تسمح لعقلك الباطن بالاعتقاد أنك تعيش دائما في هذه الأجواء، وبالتالي فإنه سوف يعمل كل المستحيل لإنتاج الطاقة اللازمة لتعيش نفس المواقف. نعم، ما جدوى في التفكير السلبي في كل دقيقة وفي كل ثانية من حياتك؟ إن ذلك فقط يدمر طاقتك سواء النفسية والجسدية. نعم، حاول ما أمكن في كل لحظة من يومك أن تتذكر واحد من المواقف سواء الطريفة أو المواقف الرائعة والتي كنت تشعر فيها بمزيدا من الإيجابية والسعادة. تذكر ذلك باستمرار يجعلك تشعر بمزيد من الراحة والإطمئنان، ببساطة لأن عقلك الباطن يتدرب لإنتاج مثل هذه الطاقة في المواقف اللاحقة. لا تفسد يومك بالمواقف السلبية المتكررة. حاول ما أمكن أن تجعل من تلك المواقف السلبية نقطة انطلاقتك نحو مزيد من الأشياء الإيجابية والرائعة. تذكر المواقف الرائعة دائما واجعل عقلك الباطن يشتغل عليها حتى يصبح ذلك اعتقاد، وبالتالي فإن مزيد من الأخبار الرائعة والأحداث الإيجابية سوف تنجذب لحياتك بإذن الله. أجمل ليلة، يوسف حسن.